لما عملت سوتس بالعربي بالنسبه لك دي كانت من انجح التجارب اللي انت عملتها طبعا يا احمد. انا بحب سوتس بالعربي جدا، كان ادائك فيها مقنع جدا، الناس حبت شخصيتك، صحيح انه زي ما قلنا مقتبس من بره، بس كان نجاح حقيقي ليك يا احمد. طبعا انا بحبه جدا جدا، وكنت كانت الناس برضو ساعتها، انا ما كنتش شفت سوتس الحقيقي اللي هو الاصل يعني، وقريت، كان استاذ طارق الجلاني بعت لي اول 5 حلقات قريتهم، حبيت جدا الدور، قلت له الله، وبدات اكتب حاجات ويلا بينا وكده، وبعدين كنت ما بين اشوف ولا ما اشوفش، ما انا مش ما اعرفش، فقالوا لي لا طب بص بس يعني لازم تاخد فكره يعني، فشفت شويه حلقه 2 كده وبعدين وقفت، وقلت لا 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 انا مش عايز اعمل كده، انا عايز اخلق حاجه بتاعتنا مصريه، ده ولد عايش مع جدته في شبرا وطموح، واشتغلت عليه بغض النظر يعني، راهنت على الناس اللي ما شافوش الاوريجينال اصلا، راهنت على الناس اللي هيشوفوا ده كانه اول حاجه، على ناس كتير اتفرجت على الاوريجينال بعد في مصر بتكلم يعني، انما هو التاني ما مشهور في العالم يعني. وقعدت في الاول حتى قالوا لي انت بوظت الدور وبوظت العمل، حسسوني ان انا كنت بعمل حاجه يعني مقدسه، لا فبعد شويه لا، كنت انا حابب انك تعمل شخصيه مصريه بمفرداتها بطريقتها حتى بلغه يعني الحركه بتاعتها وكده، وعلشان كمان يبقى فارق بينه وبين زين يعني، لو احنا الاثنين هم الاصل الاثنين عاملين كده، الاثنين شادين البدل والاثنين بيتكلموا، فاهم انت اجمد انا اجمد انت اجمد، طب هو ايه، طيب مش لذيذه، كنت حابب اكتر يبقى زي توم وجيري كده، يبقى اسر هو الجامد، زين هو الشخصيه كده، وانا الشخصيه اللي فاهمه، فده اللي حب خلوا الناس يحبوا. بس هو فضلت الصبغه الخواجاتي موجوده في سوتس بالعربي يعني، يعني هو ما بقاش محلي، بس في النهايه قدر يستقطب قدر يستقطب الناس بالشياكه بالكادرات بتنوع الابطال. بحبه جدا جدا، وكل الممثلين بصراحه كان في بينا حاله في المسلسل، ولبسته شويه بدل يا احمد، خطيره انت شخصيه البدل ولا شخصيه الكاجوال؟ لا لا لا، انا شخصيه الشبشب يعني ببقى من كتر مع الشغل، انت في الشغل بتلبسي كتير قوي وكل حاجه على حسب ففي حياتي الحقيقيه مش عاوز لبس، مش قصدي يعني لا يعني قصدي يعني قصدي مش عاوز اشيل هم حاجه، انا عايز اي حاجات مريحه، ومؤخرا بقى كل حاجه اسود يعني، مؤخرا بقيت فاهمه بتستسهل، اسود بطول، اسود تيشرت، اسود شورت، اسود مايو، اسود حتى المايو بقى حد قلت له لذيذ، فبقيت كده ايه، مش عايز اشيل هم يعني، عايز الدولاب يبقى هو حاجات صغيره، ما تفكريش انت هتلبسي ايه وتخشي في التفاصيل، كفايه اللي في التمثيل، حياتك حياتي لا بالعكس، بحس ان انا ببقى عايز ابقى براحتي. طيب اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.